اخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو بلوج، ماشي بلوج، اللي هو اليو ار ال شورت نار بالارافل، لارافل 9 اند في جي اس 3. في الجزء السابق خليناها فين؟ خليناها ودي الاخوان، خليناها سيزي، زدنا لا باز دو دوني ديالنا مع لي طابل ديالنا. في الجزء ده قلنا غادي ندخلو في اللوجين. قبل ما ندخلو اللوجين كنزيدو بعدا الهوم بيج باش ما تبقاش عندنا هاد الباج لي بار ديفو. هنايا غادي نردو، غادي نسميوها هوم، نسميوها هوم ونحيدو كاع هادشي. غادي نزيدو لاباج اللي هي المين. فبعدا هنا في لي روت نقولو غيدينا الهوم، وهنايا غادي نزيدو داخل الفيوز غادي نزيدو واحد الدوسي نسميوه لاي اوتس، لاي اوتس. وهنايا نسميوه هادي اب بوان بليد وان بي اش بي. وهنايا غادي نزيدو الاخر ديالنا، هنا نقولو لارافل ولا لارا يو ار ال شورتنر، شورتنر. هنايا غادي نزيدو لي ليان، لي ليان ديال البوت ستراب. فغادي تمشي البوت ستراب بوان كوم وغادي تجي الدوكس كويك ستارت، وغادي تكوبي الفيشي CSS و JS. بغيتي تخدم بشي حاجة اخرى خدم بها، بغيتي تخدم بغيتي تخدم غير بالCSS هادي خدم بها، بغيتي تخدم بشي فريم ورك اخرى خدم بها، خد راحتك، ما عنديش انا مشكل. تزيد المهم السكريبت هنا والسي اس اس الفوق، وغادي نزيدو واحد الكونتينر هنا داخل الكونتينر. غادي يكون عندنا يلد هنا هي الكونتنت، غادي نزيدو واحد واحد الفيشي هنا نسميوه نافبار بلايت بي اش بي. داخل هاد النافبار هادي غادي تكون عندنا، غادي يكون عندنا الاخر النافبار ديالنا، المنيو ديالنا. فعلى ما يعطينا، حيت راني كنصيفط واحد الفيديو، باش كتكون كتصيفط الفيديو راه الكونيكسيون كتقال مع الزين تاع الاونيكسيون، للزين الاونيكسيون. فغادي نزيدو هنايا قلنا النافبار بالنسبة لهاد الفورم، عندنا لا سيرتش لا والو. هيدنا السيرتش هنا، هدا ما عرفش شنو فيه، هدا واقيلا ديزيبل ديالك ما عادش نحتاجوه، دروب داون نخليها هنايا كنسل. هنايا غادي نديرو هكدا. هنا عندنا قلنا سميوه يو ار ال شورت نر، يو ار ال شورت نر. هنا غادي نزيدو الروت، الروت غادي يدينا ماشي الروت، وانما نزيدو غير اليو ار ال، يو ار ال. وهنايا غادي نجيو نعمل سي زي هنا في الهوم، عاوتاني غادي نزيدو الهوم. هنايا غيكون عندنا اكونت، اكونت. وهنايا غيكون عندنا ريجستر، وهنايا لوجين. هنا غتكون عندنا السمية ديال اليوزر مع اللوج اوت. هنا مثلا سمية اليوزر، يوزر نيم. وهنايا غادي يكون عندنا اللوج اوت وصافي. فإلا جينا دابا لهنا لاب ديالنا، خصنا نديرو الانكلود. هنايا نديرو الانكلود لهاد النافبار هادي، فعندي في اللاي اوت سلاش نافبار. اذا اسيدي حنا زدنا لاباج ديالنا ولا الهوم بيج ديالنا، فعندنا هنا مكاين والو، حيت مازال ما زدنا والو هنا في الهوم.
خصنا نديرو الاكستندز ونقولو layout بوان اب. فإلا جينا ودرنا اكتواليزي قالك layout بوان نافار ما كايناش حيت راني زايد واحد الا تمايا هنايا راه واحد الا زايد هنايا. فإلا عاودنا اكتواليزينا هو قالك لارافل يوريل شورتنر وها اليوريل شورتنر وها الريجستر فورم. دابا غادي خصنا فاش نكليكي هنا نزيدو الفورم بالريجستر والفورم واللوجين فورم. فغادي نزيدو واحد الكونترولر واحد اخر. فغادي نزيدو واحد الكونترولر هنايا نسميه يوزر كونترولر. فين راه حنا خمسة ديال الدقائق مازال امامنا وقت كبير. فغادي نديرو اليوزر كونترولر. هاد اليوزر كونترولر هو اللي غادي يكون فيه فونكسيون ديال لوجين. فعندنا هنا السيرف سيدي غادي نمشيو لك اليوزر كونترولر داخل منه غادي نزيدو لي فونكسيون. عندنا البابليك فانكشن ريجستر فورم هادي اللي غادي نافيشيو فيها ريجستر فورم. فغنتيستيو الى كان اليوزر مكونيكتي بلا ما يحتاج يدخل لهاد لهاد الاخر لهاد لاباج هادي ريتيرن دايركس. غادي نصيفطوه للسلاش اللي هو الهوم. كان مكوني ما كانش مكونيكتي غادي نريتورنيو الفيو اللي غنزيدوها من بعد اللي هي الاوت بوان ريجستر ريجستر غنزيدوها من بعد هاد الاوت بوان ريجستر. كاين بابليك فانكشن فانكشن ريجستر ولا نديرو ستور كاع باش نبدلوها ستور يوزر. هاد ستور هادي غادي تاخد الريكويست الريكويست هنايا وغادي نجيو لهنا غادي نديرو الفاليديشن الريكوست فاليديت الريكوست. هنا غيكون عندي الايميل ولا الريجستر عندي النيم النيم اللي غادي يكون ريكوايرد نديرو له الماكس ماكس في النيم نديرو له الماكس 100 زعما النيم ما يكون شي كبير بزاف. هنا عندنا الايميل فاصلا في الفرونت اند غادي نديروه يكون ايميل يعني هنا غادي يكون غير ريكوايرد. وعندنا الباسورد ما عاد بلا ما نزيدو داك الكونفيرم باسورد غادي نديرو له غير ريكوايرد بلا كونفيرم ونديرو له مين هو 6 د الكاركتر. هذا بالنسبة للفاليديشن. الى جاتنا المهم الفاليديشن دازت غادي ندوزو اليوزر ندوزو اليوزر غادي ندوزو اليوزر ونسجلوه. فغادي نقولو يوزر نقولو يوزر كرييت كرييت وغادي نعطيو غادي نعطيو نيم غادي نعطيو له الريكويست اش هذا اش يكون هذا اش يكون هذا. فغادي نصيفطو له النيم اللي جانا وهنايا غادي نديرو الشي الاخر. فعندنا واقيلا غير ثلاثة النيم والايميل والباسورد. وبالنسبة للباسورد خصنا نكريبتوه فغادي نخدمو بالفانكشن اللي هي هاش ميك ولا الكلاس اي كلاس اللي هي هاش وفيها الفانكشن اللي هي ميك. ما تنساش دير الامبورت لهاد الهاش فهي امبورت يوز اليمينيت اليمينيت سبورت فاصاد هاش. وهنا فاش ايت اون ريجسترا غادي نديرو ريتيرن ريدايركت للهوم. فهداك اليوزر من بعد غادي نعرفو على جدها تما. هنايا غادي ننساش ريكوبيري الموديل اللي هو يوزر. وعندنا عاوتاني جوج لي فونكسيون واحد اخرين اللي هما اللوجين لوجين فورم
واللوجين باش نكونيكتيو اليوزر. شوف فين وصلنا هنا، 10 ديال الدقائق. فانا غادي ندير اللوجين فورم. اللوجين الا كان مكونيكتي غنردوه للهوم، ما كانش مكونيكتي انا نديوه للاوت اللي هي لوجين. وهنايا غادي نسميو هذه اوت الفونكسيون. غادي يجينا الايميل والباسورد، وهنايا بلاص هادشي غادي نتيستاو. غنقولو اف اوت اتمبت، يعني لا اليوزر تكونيكتا. وغادي نعطيو اليوزر الايميل والباسورد اللي جانا، ايميل والباسورد. فهنا ما غاديش نخدمو بالهاش ميك. ايوا سيزي هنا الى هنا الى كان الى تكونيكتا اليوزر غادي نصيفطوه لوجين. ما كانش else غادي ندير الريتورن ريدايركت، الريتورن ريدايركت. نمشيو للوجين ونقول له بانه راه ما كاين حتى شي يوزر بهذا الاخر ديالك ايرور. نقول ديس credentials does not ولا do not، ماشي does not حيت هنا عندنا الجمع. these credentials do not match any of our records، يعني ما عندنا حتى شي يوزر بهادشي. فهذا مكان زدنا جوج ديال لي فونكسيون. ريجستر كتدينا للريجستر، ستور كت اون ريجستري اليوزر. فهاد اليوزر من بعد غادي نعرفو علاش زدناه. هنا اللوجين كنصيفطو اليوزر، وهنايا كيتكونيكتا. فالجزء الجاي عاد غادي نزيدو لي روت وعاد نتيستاو هادشي واش خدام او لا ما خدامش، حيت مازال نزيدو لي روت ونزيدو الفورم ديالنا، نزيدو هاد لي باج اللي هضرنا عليهم هنايا، باج ديال الريجستر وديال اللوجين، وعاد نتيستاو داكشي واش امرش او لا لا. عجبك هادشي جيم بارطاجي تابوناش تشارك فرق وزع، ونشوفو في الجزء القادم.